كلي تطمئن نفسي حلو ما أشهاك يا سيدي نفسي لا تسلاك يا سيدي حلو ما أشهاك يا سيدي نفسي لا تسلاك يا سيدي تفرح قلبي أنا ارتلي دربي حينما ألقاك يا سيدي عزب ما أحلاك يا سيدي حينما ألقاك يا سيدي عزب ما أحلاك يا سيدي تبدد مي تفرج عني تبدد همي تفرج عني. بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. هناخد النهاردة وقت قليل عشان ظروف صحية يعني. بتابع معاكم دراسة شخصية القديس النبي موسى، والنهاردة الحلقة التامنة، وهنتكلم عن بدء خدمة موسى النبي ومراحل عمل ربنا معاه. بداية خدمة موسى كانت بداية متعبة. قال ربنا لموسى: اذهب وارجع الى مصر لانه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك. خروج 4:19. وفي الحقيقة الكلام ده يشبه بعض الشيء ما حدث في العهد الجديد لما قال الملاك، ملاك الرب قال ليوسف النجار وهو هارب في مصر من وجه هيرودس في فلسطين، قال له: قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل لأنه قد مات كل الذين يطلبون نفس الصبي. متى 21. ودي تورينا إن ربنا لا يبطئ ولا يتأخر، ولكنه يجيء في الوقت الايه، ولكنه يجيء في الوقت المناسب. لا يبطئ ولا يتأخر. الله ايه؟ لا يبطئ ولا يتأخر، ولكنه يأتي في الوقت المناسب. يأتي في الوقت المناسب. الوقت المناسب انا معرفوش. الوقت المناسب انا مش شايفه. الوقت المناسب عينيا المجردة تقدرش تشوفه، وعقلي المحدود
ما يقدرش يحدده، انما هو بيجي حسب مواعيده هو وحسب المناسب ليا، حسب مواعيده هو وحسب المناسب ليا. الهدف من دراسة التاريخ بتاع شخصيات الكتاب المقدس ان انا اطلع منه المعاني اللي انا بكلمك فيها دي. والآية بتقول في سفر الجامعة: لكل شيء زمان ولكل امر تحت السماوات وقت. يمكن انت تستعجل ربنا وتقول زي ما قال مرة داود: الى متى يا رب تنساني؟ الى الانقضاء؟ معقولة برضو ربنا ينساني؟ الى متى تصرف وجهك عني؟ ده لو ربنا صرف وجهه عننا كان زماننا بدنا وهلكنا من زمان من زمان من زمان. لكن مشاعر ضعف بيتكلم بيها الانسان، مشاعر ضعف بيتكلم بيها الانسان. وفي المزمور العاشر بيقول له لماذا، داود بيكلم ربنا بيقول له: لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ الله لا يقف بعيدا. الكتاب قال الرب قريب، الرب قريب ولا يختفي في أزمنة الضيق. هو يسمح بالضيقة، هو يسمح بالضيقة لبركة معينة هتعود علي، ويسمح بالضيقة ويعطي معها البركة والمنفذ، ويسمح بالضيقة ليعلمني حكمة، ويسمح بالضيقة ليشدد عودي. فهو لا يقف بعيدا ولا يختفي في أزمنة الضيق. لكن ربنا سمح لأولاده ان هم يكلموا بمشاعرهم زي ما هي. وفي الحقيقة ان الله يصدر أوامره في الوقت المناسب الذي يبعد فيه الخطر عمن يرسلهم. يعني لما أصدر أمر أن يوسف الصديق يرجع أرض إسرائيل ويسيب مصر، كان هيرودس اللي بيطلب نفس الصبي جراله إيه؟ مات. ولما أصدر أمر أن فرعون يرجع إلى مصر، متأسف، أن موسى يرجع إلى أرض مصر عشان يباشر المهمة اللي ربنا كلفه بيها، كان فرعون اللي بينه وبين موسى مشكلة جراله إيه؟ مشي هو اللي معاه. فهو بيبعته وهو في حالة أمان، الخطر اللي كان بيحيط بيه تلاشى. فمات فرعون الذي كان بينه وبين موسى إشكال، ولكن جاء فرعون آخر بينه وبين الشعب إشكال. وهنا أصبحت الحرب بين فرعون وربنا. مين اللي قال الكلمة دي قبل كده أو بعد كده؟ داود لما راح يحارب جوليات قال إيه؟ الحرب لمين؟ الحرب للرب. ففرعون الأولاني اللي كان بينه وبين موسى مشكلة مات وانتهى، جه فرعون جديد بقت فيه مشكلة بينه
وبين الشعب وبين الشعب، وأصبحت الحرب بين فرعون وبين الرب وليس بين فرعون وموسى. وبدأ موسى خدمته حسب أوامر الرب، وبدأ موسى خدمته حسب أوامر الرب، ونفذ موسى كل شيء أمر ربنا به، لكن حلت به المتاعب الكثيرة. اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، النتيجة ان موسى تعب لدرجة انه بقى يعاتب ربنا، والشعب تعب لدرجة ان هما تذمروا على موسى وهارون. النتيجة ما كانتش مرضية خالص، كانت كلها متاعب في متاعب. كيف حصلت المتاعب؟ لماذا حدثت المتاعب؟ الحكمة الإلهية في كل هذا؟ لماذا سمح الله بكل هذا؟ هو ده اللي احنا هندرسه مع بعض. هارون تقابل مع موسى في الطريق، فأخبره موسى بجميع كلام الرب. لما شاف العليقة، ودي سبق وشرحناها، وقال له ان انت هتخرج شعب بني اسرائيل من مصر عشان يروحوا البرية ويعبدوني. فاخذ موسى بجميع كلام الرب وجمع كل شيوخ بني اسرائيل، وموسى وهارون حدثاهم بكلام الرب، وأن الرب افتقدهم ونظر إلى مذلتهم، فآمن الشعب وخروا وسجدوا. فآمن الشعب وخروا وسجدوا. وقال الرب لهارون: اذهب إلى البرية، خروج 4. وقال الرب لهارون: اذهب إلى البرية لاستقبال موسى. فذهب والتقاه في جبل الله وقبله. قبله يعني باسه فأخبر موسى هارون بجميع كلام الرب الذي أرسله، وبكل الآيات التي أوصى بها. ثم مضى موسى وهارون وجمع جميع شيوخ بني إسرائيل، فتكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به، وصنع الآيات أمام عيون الشعب. فآمن الشعب، ولما سمعوا أن الرب افتقد بني إسرائيل وأنه نظر مذلتهم خروا وسجدوا. خروا وسجدوا. لكن الأمر ما استمرش كتير، يعني كما يهوى الشعب أو كما يتمنى الشعب. في الحقيقة إلى هذا الحد كل شيء كان طيب، لكن لما تحدث موسى وهارون مع فرعون انقلب الأمر تماما. فرحوا وانبسطوا وأمنوا وسجدوا وقالوا خلاص ربنا افتكرنا وهيفتقدنا. وبقى كل شيء كويس قدامهم. لكن لما راح موسى
وهارون يتكلموا مع فرعون الأمر اتغير خالص، وبدأ أن وعد الرب بالخلاص قد صار سببا لمتاعب جديدة. حصل ايه؟ حصل ان فرعون اتهم موسى وهارون بانهما يبطلان الشعب عن اعمالهم، يعني بيحرضوا الشعب انهما ما يشتغلوش. وبعد ان كان فرعون يصرف للشعب التبن مع الطين لصنع الطوب، امر فرعون بعدم صرف التبن، انما الشعب يجمعونه لانفسهم. هما كانوا يعملوا الطين وفرعون يديهم التبن عشان يخلطوه بالطين ويعملوا طوب. فلما موسى وهارون دخلوا عند فرعون يكلموه يقولوا له اخرج الشعب عشان يعبد ربنا في البرية ويذبحوا للرب، فرعون قال طيب انا مش هجيب لهم تبن وهم اللي يروحوا يجيبوه. فده كان بقى شغل ايه؟ زيادة عليهم، يعني تسخير زيادة وحمل زيادة. وبدأ يثقل عليهم في العمل. ولما الشعب اشتكوا لفرعون قالوا له ده كتير علينا ان احنا نجيب التبن ونعمل الطين ونعمل الطوب وكده، فرعون قال لهم متكاسلون انتم متكاسلون، لذلك تقولون نذهب ونذبح للرب. يعني كأن نذهب ونذبح للرب دي ايه؟ يعني حاجة غير حقيقية، حجة بيتحججوا بيها عشان ما يشتغلوش. الكلام ده في نظر مين؟ فرعون. وتذمر الشعب من موسى وهارون واشتكوهما الى الله. يعني زي ما واحد كده يتعم من واحد يقول له ايه؟ منك لله. او ده حصل مع بني اسرائيل وموسى وهارون. وقف موسى يعاتب الرب ويقول يا سيد لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟ إيه الكلام الصعب ده؟ ده مين بيكلم مين؟ المخلوق بيكلم الخالق الطيب اللي أرسل موسى للخلاص وأرسل موسى للإنقاذ، يقول له يا سيد لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟ لماذا أرسلتني؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ كلام طبعا صعب، صعب جدا. فإنه منذ دخلت إلى فرعون لأتكلم باسمك أساء إلى هذا الشعب وأنت لم تخلص شعبك. الكلام ده في خروج 5، وأنت لم تخلص شعبك. طبعا هما الشعب وموسى وهارون فاكرين إنه هيروح لفرعون يلا امشي والحكاية خلصت. إنما حساباتنا يا جماعة غير حسابات مين؟ غير حسابات ربنا خالص خالص خالص. يعني لما نبص لقصة يوسف، هنركن موسى شوية وناخد شوية كلام قليل عن يوسف. اخواته يحسدوه، ترى قصته في سفر التكوين ابتداء من اصحاح 37 لغاية 50 باستثناء 38. اخواته يحسدوه ويحنقوا عليه ويرموه في البير
ويبيعوه للإسماعيليين كعبد. هو أخ وارث معاهم زي اتباع عبد ده. وتبص للقصة وتقول له ليه يا رب؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ده انسان امين. وبعدين يروح بيت رئيس الشرطة فوتيفار، وفي بيت فوتيفار يتعرض لحرب شديدة من الخطية وينتصر على الخطية، ونتيجة لأمانته وطهرته ونزهته يروح السجن. وفي السجن يتقابل مع خباز وسقى، وده ينسى وده ينسى. والحكاية صعبة خالص لغاية ما يتقابل مع فرعون ويفسر الحلم بتاعه، وفرعون هو الوحيد اللي ينصف يوسف ويقول ان فيه، يقول عن يوسف ان فيه روح الله، ويصير يوسف الرجل الثاني في المملكة بعد فرعون. بعد فرعون ده مش كده وبس، ده لما تقابل مع اخواته وكشف عن شخصيته قال لهم الله استبقاني لحياة، يعني طول عمري عشان حياة الناس في مصر والبلاد اللي جنب مصر، الله استبقاني لحياة. لما جم يعتذروا له قال لهم أنتم قصدتم بي شر، والرب إيه؟ قصد به خيرا. الهاء هنا عائدة على الشر مش على يوسف، يعني الشر اتحط في ايد ربنا اتحول الى ايه؟ الى خير. دي فكرتني الآية دي بسيدنا البابا شنودة بعد حادثة كنيسة القديسين في اسكندرية في مصر، فعلق على الحادثة دي وقال الله قادر أن يحول الشر إلى خير، الله قادر أن يحول الشر إلى خير. وما كانش حد يقدر في مخه يتخيل أن واحد زي رئيس الجمهورية يبقى موجود في السجن. كل الناس اللي أساءوا للكنيسة ودبروا لأذية الكنيسة خدوا جزائهم، عيش طول عمره في السجن لغاية ما يموت، لغاية ما يموت. فموسى قال لربنا فإنه منذ دخلت إلى فرعون لأتكلم باسمك أساء إلى هذا الشعب وأنت لم تخلص شعبك. خروج 25-23. وبدأ يعني وكأن وبدأ أن موسى قد فشل على طول الخط من بداية القصة كده، لا هو قام بالإصلاح المطلوب، أقصد موسى لا هو قام بالإصلاح المطلوب ولا استجاب فرعون، ولكن الشعب زادت أثقاله فتعبت نفسية موسى جامد. ولا هو كسب الشعب اللي قال له هو وهارون، قالوا لهم كلام صعب، الشعب قال لهم كلام صعب قوي قوي قوي. ودي رسالة للخدام، الكلمة اللي جاية دي رسالة للخدام، لما تروح تخدم خدمة روحانية وتخدم خدمة عالية بحرارة وتجد من يصدك كخادم، ما تتقهقرش وترجع لورا وتخاف وتيأس، لا
حصل مع موسى؟ هو موسى عمل ايه غير عمل ايه غير اللي ربنا قال له عليه؟ النتيجة دي انت مش مسؤول عنها، الثمر انت مش مسؤول عنه. بولس غرس وأبولس سقى، والله هو الذي كان ايه ينمي. النمو ده مش بتاعي انا، الثمر ده مش بتاعي انا، انا مش مسؤول عنه. انا علي اعمل العمل اللي انا مطالب به، ازرع واغرس وازقي، انما الثمر دي مش بتاعتي. انا هتحاسب لو ما غرستش، انا هتحاسب لو ما زقتش، انما الثمر مش بتاعتي. فموسى لا كسب الشعب، والشعب قال لموسى هو وهارون: ينظر الرب إليكما ويقضي. عارفين دي معناها ايه؟ يعني ربنا يبص لكم وينتقم منكم. ينظر إليكما الرب، ينظر الرب إليكما ويقضي. دوما رايحين يخدموهم، بيدعوا عليهم اهم. ينظر الرب إليكما ويقضي، لأنكما أنتنتما، نتنت الريحة بتاعتنا، أنتنتما رائحتنا في عيني فرعون وعيون عبيده. خليتونا منتنين قدام فرعون وقدام عبيده. ينظر الرب إليكما ويقضي. إيه ده؟ وكان الشعب يقول لهما، كأنه يعني بيقول الشعب بيقول لهم ابعدوا عننا، وافضل لينا ان انتوا تبقوا بعاد. انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ مش عايزينكم، ابعدوا. واصبح موسى، موقف موسى وموقف هارون حرجا جدا للغايه امام فرعون وامام الشعب وامام نفسهما. امام فرعون، فرعون ما استجبش. امام الشعب بقوا مكسوفين، اتخازوا قدام الشعب لان فرعون ما استجبش. وامام نفسهما نعمل ايه؟ احنا ما عملناش غير اللي ربنا قال لنا عليه، ايه اللي بيحصل ده؟ مش عارفين. وبدا يعني وكأن الله لم يخل الشعب، والكل كان لسان حاله بيقول أين وعودك يا رب؟ أين وقوفك معنا في وجه فرعون وعبيده؟ فرعون هذا الذي لم يأبه، يأبه يعني لم يهتم باسم الله، ويعرف ربنا منين عشان يهتم بيه. وازدادت قسوته، فقال الرب لموسى: الآن تنظر ما أنا أفعل بفرعون. فقال الرب لموسى إيه؟ الآن تنظر ما أنا أفعل بفرعون. خروج 6:1. الآن تنظر ما أنا أفعل بفرعون. أنت فكرك أنا هسيبه؟ لا، مش هسيبه. ليه؟ زي ما أنا طولت بالي عليك يا موسى لغاية ما أقنعك وتقبل الخدمة دي، انا هطول بالي على فرعون لغاية ما يسمع كلامي ويخرجكم من مصر، وتروحوا تعبدوا الرب في البرية وتذبحوا للرب. وكانت خطة الرب
في إنقاذ الشعب تشمل 4 مراحل، وكانت خطة الرب في إنقاذ الشعب تشمل 4 مراحل. أنا هتكلم عنهم عناوين وهكتفي، لأنه الحكاية خلصنا خالص يعني، وبعد كده نمسك واحدة واحدة كده زي ما احنا متعودين ايه نأزأز فيها كده. المرحلة الاولى كانت بين الله وموسى، كانت بين الله وموسى، دعوة موسى والتفاهم معاه واقناعه عشان يقبل هذه الخدمة ويقوم بيها. واخذت هذه المرحلة دورها، وقد سبق وشرحناها باستفاضة، واخيرا وافق موسى وانضم اليه فرعون. دي المرحلة الاولى بين عمل ربنا مع مين؟ مع موسى. المرحلة التانية كانت بين الله وفرعون، ودي اللي هنبدأ في شرحها ان شاء الله الحلقة اللي جاية، ودي فيها كلام كتير. وهي التي قال الله لموسى عن بدايتها: الآن تنظر ماذا أنا أفعل بإيه؟ بفرعون. وكما أطال الله أناته على موسى في دعوته، كذلك أطال الله أناته على فرعون إلى آخر حدود طول الأناة. فعلا ربنا ده ما حدش زيه في طول الأناة أبدا. أطال الله أناته على فرعون إلى آخر حدود أناته. لماذا وكيف؟ هذا ما سأشرحه لكم فيما بعد. المرحلة الثالثة كانت بين الله وشعب بني إسرائيل. في تذمره وعناده في البرية، وقيادة الشعب يعني، لم تكن سهلة أبدا أبدا أبدا، ما كانتش سهلة. وقال عنه الرب، يعني ربنا قال على شعب بني إسرائيل، إنه شعب صلب الرقبة. شفت الحديد الصلب؟ قال كده: شعب صلب الرقبة. خروج 32:9 وخروج 33:5. وهذا الشعب اللي هو شعب صلب الرقبة ده عبد هذا الشعب الأوثان ورفض ربنا. لما كان موسى في الجبل جمعوا الذهب اللي معهم وعملوا منه للأسف عجل ذهبي وابتدوا يعبدوه، فعبدوا الأوثان. وصبر الرب على هذا الشعب لدرجة ان ربنا هاج، انا اسف التعبير يعني، ثار ثورة يعني، هاج على هذا الشعب وكاد يفنيه، لكن تشفع فيه موسى، تشفع فيه موسى، واستجاب الله لشفاعة موسى. عجيب عجيب بجد يعني، ان الله يريد ان يخلص الشعب وهذا الشعب لا يريد الخلاص لنفسه. الله يريد الخلاص لشعب وهذا الشعب لا يريد الخلاص لنفسه. يقول
يريد أن يأخذهم إلى أرض تفيض لبنا وعسلا وهم لا يريدون، ويشتهوا الكرات والبصل والثوم. زي واحد كده غلبان، انت بتكلم، انت في امريكا وبتكلم واحد في مصر، بتقول له انا جاي مصر اجيب لك ايه من امريكا، يقول لك هات لي سندوتش طعمية. ما انت شبعان من الطعمية في مصر. غلابة. ابو سندوتش طعمية ده قل بقى من الطعمية ده. اشتهوا الكرات والبصل والثوم. عارفين دي بتفكرني بايه؟ تماما زي ما قال المسيح وهو بيرثي اورشليم، قال ايه؟ كم من مرة اردت ان اجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناح، وانتم لم تريدوا. هو اراد وهم لم يريدوا. هو يريد خلاصهم وهم بيرفضوا خلاصه. امر صعب. المرحلة الرابعة في خطة ربنا للخلاص كانت بين الله وشعوب العالم كله. هؤلاء الذين كان كأس غضبهم لم يمتلئ بعد، وكانوا أيضا وثنيين وبعيدين تماما عن الله. وقصة الخلاص دخلت في هذه المراحل الأربع. سبق ان احنا شرحنا المرحلة الأولى اللي هي بين الله وموسى لغاية ما يقنعه. باقي أن أبدأ معكم في الحلقة القادمة إن شاء الرب وعشنا بين الله وفرعون. وأنا بعتذر إن الموضوع النهاردة صغير لأسباب صحية، ما حبيتش إن أنا أغيب، إنما قلت أجي أخذ بركتكم. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين. امين. الليلو يا زوك سابتري كايوكي اجيبني في موت كاين كيستوسي ونستوني ونن امن تنوشي فولم وبن شوي سيسوس بخريستوس تنبيك لا وصوت يمون اينا انكريا لايسو انكريا لايسو كيريا افلوكي صونا من اسمو ايروي اسمو ايروي كينو افلكم بيزمو. امين بخريستوس بنوتي. امين تشوبي. ايها المسيح الهنا يا ملك السلام، اعطينا سلامك، قر لنا سلامك، اغفر لنا خطايانا، لك الملك والقوة والمجد الى الابد، امين. اجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات. تقدس اسمك، ليأت ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، زنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. محبة الله الآب، نعمة ابن الوحيد، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام ربنا يكون معكم وروحك أيضا.